لسه مكلم معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90، والفقره الرياضيه اللي دايما كده بينورنا فيها صحفيين الرياضيين المتالقين دايما. والنهارده بينورنا في الاستوديو الصحفي الرياضي ياسر حسين. منورنا يا ياسر. صباح الفل عليك يا فادي، صباح الفل على سالي، وانا مبسوط اني معاكم مع كل مستمعينا في كل حته. احنا مبسوطين جدا انك معانا النهارده. في حاجات كتير قوي في الرياضه، وعندنا ماتش نهائي النهارده ما بين النادي الاهلي والوداد المغربي، مباراه الذهاب، وعندنا مانشستر سيتي اللي كسب امبارح ويستعد البطوله الثالثه في الموسم تقريبا. في حاجات كتير قوي. نبدا اكيد بالمباراه الاهم بالنسبه لنا كجمهور مصري، وهي مباراه النهائي وماتش الاهلي النهارده. ايه اللي بيحصل في اخر الاستعدادات؟ صح يا فادي، يعني هو صباح افريقيا، فاحنا مخلينا في الاهلي بقى. طبعا هو ممثل مصر في البطولة. آخر استعدادات النادي الأهلي استعد بقوة للمباراة. كل الرفض الراحة تماما، حتى كان جزء من اللعيبة الكبار أو السينيورز في الفريق طلبوا منه أنه يعني ياخدوا راحة قبل اللقاء، رفض ده تماما وقال أن احنا نخش في معسكر مغلق. عادة يا فادي وسالي بيبقى تخش 24 ساعة قبل اللقاء المعسكر المغلق، المرة دي مدوا ل 48 ساعة بحيث أنه يقفل على الفريق ويركزوا أكتر. معسكر مغلق طبعا لكل الناس اللي هو ما يبقاش فيه صحافة، ما يبقاش فيه أي تواجد لأي حد تاني غير الفرقة بس. مظبوط، تقفل على الفرقة. طبعا كان خبر كويس جدا للي تسرب للاعيبه النادي الاهلي طبعا والجهاز والاداره، انه طبعا وافقت الامن على الساعه الكامله للاستاد، وده مهم جدا انه سلاح النادي الاهلي رقم واحد. شكل الاستاد بيبقى مبهج قوي بوجود الجمهور كامل، يعني فادي وسالي الكوره للجمهور مهما طبعًا حصل طبعًا. فعوده الجمهور والجسر اللي حصل بين طبعا التنسيق انه يرجع الاعداد الكبيره للجمهور دي احلى حاجه حصلت الفتره اللي فاتت. فان شاء الله كمان يعني تبقى نقطه البدايه من ارقام الاهلي الافريقيه في الحضور، تبقى كمان إن شاء الله تنتقل للدوري المصري يبقى فيه أرقام كتيرة. طيب بعد يعني ما تأكد ان خلاص الشناوي كده مش هيلعب في حراسة المرمى، مين اللي متوقع ان هو يكون حارس المرمى؟ مصطفى شوبير ولا علي لطفي الأقرب للمشاركة؟ وده كمان برضو عايزين نعرفه مع كمان التشكيل المتوقع للفريق بشكل عام. شوفي سالي، في جزئين في الموضوع، يمكن جزء فني وجزء ليه علاقة بفكرة الأقدمية أو بفكرة الـ إنك تكون فير، يعني فكرة الأحقية. علي لطفي هو الحارس الثاني، مصطفى شوبير هو الحارس الثالث. فبالتالي لو على فكرة المعيار اللي دايما الأهلي بيتبعه في فكرة ان مثلا الجون الأساسي يلعب كل المباريات والجون الاحتياطي يشارك في مباريات من كاس مصر، طبعا تمام تم إدراك تمام كاس الرابطة، فرغم الأهلي اعتذر عنها بس في العادة ممكن الجون الثاني ياخد المباريات دي. فكان المفروض على لطفي يشارك، لكن مصطفى شوبير شاءت الظروف انه يتصاب كمان علي لطفي، فهو اللي ياخد المباراة اللي فاتت علي. فشوبير كمان تألق بشكل كبير جدا، مصطفى شوبير نقل ثقة كتيرة جدا لجماهيره، وكانت كل الناس وأولهم أنا وحتى الناس اللي قريبة من كواليس النادي الأهلي كان في شبه تأكيد من جانب النادي الأهلي إن الشناوي هيشارك، وإنه حتى طلب من الجهاز الفني إنه لازم يلعب المباراة. الشناوي جاهز بس مش هيشارك علشان يعني احتياطي ان هو ما يشاركش علشان حفاظا عليه، صح؟ بالظبط، هو يعني طبيا جاهز. طبيا جاهز، لكن لما كولر اتكلم مع الجهاز الطبي فقالوا له هو مش جاهز 100%، فهو فضل انه ما يخسروش. قال طب انا هلعب بيه مباراه الذهاب اللي انا يجهد عندي، يبقى فيه اللي انا عندي فيها افضليه الجمهور وعندي فيها ان انا بلعب على ارضي وان شاء الله احقق الفوز فيها، لكن انا محتاجه في المباراه اللي هتكون بالنسبه لي صعبه جدا وهي في مركب محمد خامس في يوم 11. فبالتالي قال لك لا، انا مش عايز اخسره بانه ما يكونش كامل الجاهزية في المباراة دي، لأن عايزه كامل الجاهزية في المباراة دي وهلعب به الحارس الثاني. أعتقد أن شوبير الأقرب. يعني مصطفى شوبير الفرص بتيجي كده حلو، وهو قدر يستغلها قبل كده بشكل تاخد كويس. لما تاخد هي هتجيلك. احنا ما احنا بنلعب كره في دي زمان، حتى في النادي الاهلي وانا ناشئ في النادي الاهلي كان في اساسي وفي احتياطي، في كمان لعيبه في خارج القائمه او في الريزيرف زي ما بيقولوا، كنا مستنى اللاعب الاساسي يا اما ايقاف يا اما هي بتلف كده وهتجيلك، محدش بياخد مكانه غير كده. جات لمصطفى، اعتقد انه الولد عنده القدرات انه يكون الحارس النادي الاهلي ان شاء الله في المستقبل، بعيد خالص عن اسم ابوه الكبير. اعتقد مصطفى بادائه حتى المباراه اللي فاتت فوز طبعا كان للنادي الاهلي لعبا واداء نتيجه، لكن حرم طبعا المنافس في كورتين. دايما يبقى عندك حارس بطل بتقدر انت تحافظ على نتيجه، كان في كورتين بهدفين مصطفى شوبير. التايمنج بتاعه حلو ومظبوط في فكره ان انا هطلع دلوقتي، انا هقدر ان انا اخد الكره دلوقتي بالظبط. التايمنج وتوقعاتك بقى للتشكيل بقى العام للفريق؟ اعتقد مش هيخرج طبعا، احنا اتكلمنا في حراسه المرمى. اعتقد انه المباراة دي ممكن نشوف متولي ومنعم، لانه ياسر ثنائية ياسر ومنعم ممتازة طبعا، لكن شفنا في المباراة الاخيرة انه بيفضل كولر انه يلعب بياسر في المباراة اللي خارج القاهرة بحيث انه هو قادر يلعبها. شراسة ياسر في الالتحامات في الكور العالية في المان تو مان، اعتقد انه دي بتديله الافضل انه يلعب ماتشات لبره. فممكن نشوف متولي ومنعم النهارده التغيير الوحيد في قلب الدفاع. طبعا ناحيه اليمين مفيش جدال على محمد هاني قائد الفريق، الناحيه الثانيه طبعا علي معلول. وسط الملعب مش هيخرج برضو اعتقد بين الثلاثي، يعني حتى لو حصل فيهم تدوير، لكن اعتقد الاقرب هم حمدي
ومروان وديانج. ناحيه اليمين بيرسي تاو المتالق جدا 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 مع لعيب جديد تماما. يعني احلى وصف اللي انت قلته الصراحه، مش قادر ازود عليه. ما كانش هو ده هو فجاه طبعا، لانه واكتر من لاعب صراحه متميز الفتره دي في النادي الاهلي بشكل جديد، كانهم جددوا الموضوع تماما. بالظبط، يعني يمكن بصمه كولر خلت انه لعيبه كتير كان النادي الاهلي، حتى الجمهور كان شويه فقد الثقه فيه، او كان في كلام على انه ممكن يرحلوا عن النادي الاهلي، ولد زي ما انت قلت يا فادي، زي ما كنا بنتكلم سالف، انه بقوا لعيبه جداد جدا. اول بيرسيتا، وطبعا لازم نرجع ليه ان النادي الاهلي كان عنده صبر مع اللعيب رغم انه فقد امكانياته العاليه اللي احنا شايفينها دي. ونرجع كمان لتحليل الدي ان ايه اللي حصل في اول الموسم، اللي كان النادي الاهلي محتاج يعرف ايه مشكله اللاعب. يعني هل هي مشكله عضليه، هل هي مشكله في كثره الاصابات، هل هي مشكله جينيه. بالتالي لما حصل تحليل دي ان ايه عرفوا الاحمال، انت بتبقى عايز تعرف احمال اللاعب اديله امتى. يعني احنا عرفنا هنا الاحمال وكل حاجه، بس في ريال مدريد ما عرفوش هازارد ايه اللي حصل له. شفت اللخبطه دي كلها ماشي اهو امبارح. خلينا نرجع نكمل كلامنا اكتر، يعني احنا بس نكمل التشكيل، بيرسي تاو على اليمين وفي الهجوم هيكون طبعا. لو نرجع كمان نسالك عن توقعاتك للمباراه عموما، مين اللي هيفوز بقى ومين طبعا في النص هيكون مين المهاجم؟ طبعا اعتقد كهربا هو الاقرب. نرجع نكمل كلامنا تاني مع ضيفنا الصحفي الرياضي ياسر حسين، منورنا على الهواء على الراديو 90 في لسه الصبح. ولسه بنكمل معاكم، وضيفنا النهارده في لسه الصبح الناقد الصحفي الرياضي ياسر حسين، منورنا في لسه الصبح. وكنا بنكمل معاك تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده وفي المواجهه امام الوداد المغربي، وكمان توقعاتك وافضل نتيجه ممكن الاهلي يعني يحصل عليها النهارده عشان يروح مرتاح بعد كده في الاياب. ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده سالي، وبعتقد ان افضل نتيجه النادي الاهلي يكسب باكثر من هدفين، يعني 2-0 مريحه، 3-0 اريح واريح، لان انت النادي الاهلي طبعا ده مش يعني مش كلام على انه النادي الاهلي يهاب المواقف دي هناك، اللعيبه الاهلي متمرسه جدا، اثق فيها كامل الثقه انها تلعب مباراه كبيره هناك. لكن اما اروح مرتاح لان بتحصل ساعات امور خارج الكوره، فما اروح بسكور يريحني ان شاء الله اضمن البطوله. فالافضل انه يحسمها من هنا 2-0 كويسه، 3-0 اروح مرتاح جدا جدا جدا، اقدر العب الجيم بتاعي. طب سؤال، هل الوداد فريق متاح قوي انك تكسب 2-3 عادي؟ المناطق الدفاعيه عندهم متاحه ان لعيبه الاهلي تقدر ان هي تحقق سكور، ما يبقاش مثلا جون وخلاص؟ السؤال حلو يا فادي. خط ظهر الوداد مش اقوى حاجه، لكن هو جدلي جدا، يعني ما بين انه يعني تقدر تخترقه، النادي الاهلي قادر عليه وارقامه مش عاليه في الزود على المرمى، لكن في نفس الوقت المساكين بيسجلوا. يعني الوداد مميز جدا في الكوره الثابته، فهو سلاح ذو حدين. فانت عايز تخلص بدري عشان تتفادى طبعا، وطبعا اكيد كل مره لعبت النادي الاهلي على الوقوف صح فيه. شفنا صن داونز المباراه العظيمه اللي لعبها الوداد خارج الارض، كانت اللي رجع الوداد المباراه هو اجابته للضربات الثابته، وكل الناس كانت متوقعه ان الوداد هيودع البطوله فمش هيوصل للنهائي. ففكره ان هو عمل مفاجاه ومكمل وراح للمباراة النهائية مش معناها تماما ان هو فريق سهل، لا، هو فريق عنده طبعا طريقته ومنظم وعارف، يعني هو في الماتش النهائي فما ينفعش نستعين بيه خالص. الوداد حتى كمان لو تشوف تصريحات كولر وكمان تصريحات فاندربوك انه المدير الفني الوداد، انه المباراة صعبة تماما على الفريقين. فبالتالي النهارده النادي الاهلي محتاج ان شاء الله وقادر على تحقيق المكسب، احنا بس فكره ان احنا عايزين غله الاهداف تزيد. النادي الاهلي قادر على طبعا كسر حصون دفاعات الوداد. بعتقد ان اول ربع ساعه مهمه جدا جدا النادي الاهلي، السلاح ده النادي الاهلي بيلعب عليه من اكتر من 20 سنه، وهي قوه وشخصيه النادي الاهلي في جمهوره. لما تلعب المباراه استاد القاهره او استاد الرعب زي ما اتقال عليه، اول ربع ساعه مع الضغط الجماهيري تطلع الفرقه بره الجيم، تطلع. هو ده المعتاد في اي ماتشات اللي هو موضوع الربع ساعه دي. اول ربع ساعه تسجل بدري، انت خلاص بدا التوتر يتسلل بقى لعيبه الوداد، ايه ده، طب انا هرجع للماتش ازاي، طب واحد وهتزيد، ده انا هفكر في ماتش العوده، خلاص انت دخلت. وطبعا بنفكر كل الناس انه لسه بيتم احتساب الهدف غير دوري ابطال اوروبا، يعني الهدف لو الوداد سجل بيتحسب بعد كده في النتيجه الكليه ان هو لا بهدفين طالما عندنا هنا. فالافضل ان احنا طبعاً الاهلي يسجل بدري ويعني يحاول يقلب مانشستر سيتي. امبارح مسجل في الثانيه ال 12 يعني مش فاهم ازاي، عارف اللي هو يعني لا التشكيل اتقال ولا حاجه اتقالت، فجاه في جول عادي مفيش مشكله. حاجات مانشستر سيتي بتحاول الكره العالميه. اسالك، انت بتتكلم عن فكره قوه شخصيه النادي الاهلي، هل هم سواء بقى الوداد المغربي، سان داونز قبلها، وكل ما الفرق اللي الترجي، وكل دايما عندهم الرهبه والخوف من النادي الاهلي؟ طبعا
يعني يعملوا في حته تقول بقى لهم 20 سنه النادي الاهلي بيلعب على نفس، هل نفس الرهبه بتجيلهم من النادي الاهلي؟ طبعا. ونقطه التحول يا سالي، يعني يمكن سؤالك حلو جدا، انه النادي الاهلي اتفرج على النادي الاهلي بعد الخساره بخماسيه ثقيله من سان داونز هناك في بريتوريا، في نفس البطوله اللي احنا فيها، بنفس النسخه، نفس البطوله في دور المجموعات، نسخه ثانيه من النادي الاهلي، 12 مباراه 11 فوز وتعادل وحيد، شراسه كبيره جدا من كولر، فهم الدنيا في افريقيا بتمشي ازاي، اداره المباريات في دوري ابطال افريقيا غير كل البطولات، ونسخه شرسه جدا من الاهلي ومركز في الدوري برضو هنا وهنا، وده صعب ان هو يبقى طبعا. في المنطقتين بحس ان احنا دايما احنا المغاربه التوانسه احنا يعني ايه برضو طبعا مهم ان احنا نعمل كل حاجه، بس هذا العكس بيحصل دايما بنتائجك سالي. النهارده لما تكسب الترجي التونسي كبير تونس، مع كل احترام طبعا نادي ترجي ونادي كبير، 3-0 في ارضه، في النهايه انت بتدي رساله لجميع فرق افريقيا ان انا قادر على هزيمه كبير تونس والفريق الكبير في 3-0 في ارضه، وان اصبح ملعب رادس او اللعب في تونس، الناس تقول لك ده الاهلي بيلعب هناك احسن من القاهره، بيكسر بقى الرهبه اللي هي المعتاده دي لو هي موجوده دايما، وبتخلق عنده حاجه يا فادي ويسالي زي ما سالي كانت بتسال، بانه دايما خايف منك انت شخصيتك، حتى لو انت رايح بمره مش باحسن جيل ليك وبتلعب هناك، هم خايفين من شيرتنا الاهلي. طيب مين اللعيب اللي في الوداد نركز عليه النهارده واحنا بنتفرج ونشوف هو بيعمل ايه، ويبقى متركز كده على تحركاته؟ دايما الكلام على المهاجم اللي هو سامبو، واسمه كده يعني بيفكرنا في شمس الزناتي بس احنا قدها قدود يعني. انا معاك يا زناتي. سامبو ماله، سامبو ماله، عامل قلق ليه؟ قوي جدا جسمانيا يا فادي جدا، لعيب. هو مغربي ولا محترف؟ لا هو محترف، مغربي افريقي. افريقي سامبو سجل 4 اهداف للوداد في دوري الابطال، حوالي تقريبا 12 هدف اجمالا في كل بطولات السنه دي مع الوداد. لعيب قوته بدنية، هو محور لعب كمان اكتر من انه مهاجم صريح، طبعا لانه بيسهل جدا 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 على الوداد انه يطلع من ازمه، او انه ما يخنقش نفسه في لعب فكره التحضير من تحت. الكره الطويله بتتلعب او اللونج بول للوداد دايما دايما موجود في المكان، بيطير في السماء يجيبها يلعب هو على الارض كويس، يعني قوته البدنيه مش انه بس بيلعب بالراس، قوته على الارض كويس، بيسجل برجله كتير، اقرب لهالاند شويه ولا يعني في طريقه اللي هو الالتحامات، بس هو ما فيش زي ولا عادي، مش بني ادم اصلا. بس هو اقرب فكره انه هو محور لعب للسيتي، برضه محور لعب للوداد بالظبط، تجميع لعب بيكون عليه، كره طويله بتتلعب له، بيعمل محطه كويسه جدا، دايما بيلاقي مساحة في ظهر المدافعين، لكن فكرة انه اعتماده على الفيزيكاليتي او انه بدنيا قوي، بعتقد دي مش مشكلة ابدا عند دفاع النادي الاهلي. طب يعني انت متوقع ان محمود متولي هو اللي يلعب، مش ياسر في ماتش النهارده؟ ممكن متولي ياسر، مع ان ياسر في الالتحامات والحاجات دي هيكون مناسب اكتر للعيب زي سامبو. ياسر ممكن يبدا لو كولر عايز يثبت ثنائيه ياسر ومنعم، يبقى في تناغم بينهم، يكملوا كده يلعبوا جنب بعض على طول، فخلاص الست المباريات اللي فاتت كان متولي، بعد كان متولي خرج دخل ياسر لما متولي اتصاب، فلو عايز يثبت الثنائيه دي اللي ناسه ممتازه، لان طبعا انت عارف في قلبين الدفاع انت عايز حد شويه المخ والعضلات، حد كوير زي منعم، بيقدر ينقل الكره من تحت، منعم هادي جدا، الباصاته ممتازه، بيقدر ينقل لك الهجمه من تحت، يبني الهجمه. هو دايما كل اللي بيتكلم على الجمله دي ان هو بياخد وقته شويه في التحضير، لكن بيبقى في ثقه في اللعبه بالظبط. ياسر الناحيه الثانيه سوليد قوي، بيلتحم، بيلعب واحد على واحد، فالثنائيه دي او الكيمياء دي هي اللي بتتشكل. طب هو كولر لو عايز يعمل مفاجاه في التشكيل يعمل ايه؟ لو عايز يعمل تريكايه مش هيتوقعها الوداد ولا حتى يتوقعها جمهور الاهلي، ممكن يشارك مين؟ يعمل ايه مكان مين؟ ولا هيلعب باللي هو ضمنه اكتر؟ احنا اتعودنا من كولر انه ممكن ده يكون من خلال تكتيكات داخل الملعب او تفاصيل صغيره زي ما بيقولوا فنيه، بس مش من خلال العناصر. مش هغير اسامي، بس ممكن اغير مراكز سريعه جوه في لعبه معينه، تعليمات جوه الملعب. يعني احنا اشتغلنا على حاجه مثلا معينه هتتنفذ في الملعب، وشفنا طبعا الادوار اللي بيعملها حمدي فتحي في الزياده، ضربت بيها تقريبا كل الدفاعات، حتى كمان والابرز طبعا في ماتش الرجاء، انه اتفتح الماتش بهدف منعم براسيه وتاكد الفوز بهدف حمدي اول ما نزل، يعني السوبر ساب زي ما بيقولوا، او تغيير المثالي، انه بيجري في ظهر المدافعين او بيتحول لمهاجم تاني حمدي فتحي، وادوار جديده مع كولر، وبتتلعب الكره في ظهر دفاع الرجاء، بيجمع لعبه كده، يجري منعم في ظهر، سوري، يجري حمدي فتحي في ظهر دفاع الرجاء ويسجل هدف زي ما حصل. فاعتقد ده هيكون فيه، نتمنى اصلا الفوز النهارده للنادي الاهلي ان شاء الله. لسه مكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90، والكلام في الكوره مكمل، والكلام في الحاجات كتيره جدا مع ضيفنا الصحفي الرياضي ياسر حسين. ياسر منورنا، والكلام معاك حلو جدا، بس في الكوره العالميه دي حتتك ومنطقتك، محدش يقرب لك بقى. ايه اللي بيحصل؟ السيتي رايح فين؟ سيتي كسب امبارح بطوله، بيحضر نفسه لمباراه النهائي مع الانتر، وكمان واخد الدوري، في ايه بقى؟ في تحضير للتريبل او الثلاثيه التاريخيه. انت عارف يونايتد في سنه 99 كان خلاص بينصب نفسه، يعني هو كبير انجلترا وعظيم انجلترا، انه حقق الثلاثيه التاريخيه الصعبه، هي الجمع بين الدوري الانجليزي بريمير ليج وبين كاس الاتحاد البطوله الاقدم طبعا، وكمان دوري ابطال اوروبا حققها جيل فيرجسون في 99. ف
خلاص اتعملت انه يونايتد كان هو خلاص نصب نفسه. كان في قريب ليفربول السنه اللي فاتت لو تفتكر رباعيه الكوادرابل كان هيفوق كمان يونايتد، لكن طبعا خسروا الدوري في اخر ربع ساعه وخسروا تشامبيونز ليج امام ريال مدريد. السيتي بقى بيسعى لده، تقول لي رايح فين؟ هو رايح لدي، هو بيسعى للثلاثيه، فوز بالدوري طبعا، شفنا التيرن اوفر او التحول في الاداء الشرس جدا في اخر 10 12 جوله والفوز القوي وارسال رساله في الاول تحس ان هو مفرط في الدوري شويه وارسنال هو اللي هيخلص، فجاه لا الدوري ده يلزمني انا عايز الدوري ده بالظبط، وبشكل شرس جدا يعني سحب البساط من ارسنال في وقت قليل جدا، ساعده طبعا نتائج ارسنال يعني وحقق الدوري. بعدين راح لمباراه الامس بتاعت كاس الاتحاد اللي شفنا فيها طبعا ان السيتي او جوارديولا بيعرف يختار العناصر لكل مباراه، كمان بيعرف يلعب كل مباراه على حده بيديها المناسب ليها فنيا. يونايتد كنت عارف انها هتكون مباراه شرسه وهتكون مباراه ملعب، وكان ممكن يونايتد طبعا يحقق المكسب، لكن سيتي عنده الحلول دايما، خطف يونايتد بدري جدا ده اسرع هدف في تاريخ الكاس الاتحاد 12 ثانيه او 13 ثانيه تقريبا يعني حاجه كده الماتش يعني 12 ثانيه من بدايه الماتش بالظبط، الكوره بدات من نص الملعب رجعت لحارس المرمى لعبها كوره طويله دخلت جول طايره في الهواء جوندوجان شاط من نص الملعب دخلت جول، الحوار خلص. دخية لسه حتى يعني عارف ان هو بيحط ازازه الميه جنبه انت عارف خدش باله عارفين اللي فاتهم الجول فسالوا احنا ما غبناش يعني قالوا له كانت من السنتره هي كانت من ضربه البدايه فيش كده يعني عارف زي الفيفا 23 البلاي ستيشن بتتعمل كده فيها شويه حاجات كده بتتعمل بسرعه اول ممكن من السنتره تجيب جول ايه يا جماعه لا سيتي طبعا فريق قوي جدا، اعتقد هو الفريق الاقوى في اوروبا، النسخه دي الاشرس من سيتي اوكي هو مستعد للنهائي خلاص دوري دوري ابطال اوروبا صح كده وهو ماتش واحد بيبقى طبعا خلاص ما بقاش زينا نهائي اسطنبول ماتش واحد يا سالي كمان الفكره انه يوم 10 يوم 10 6 في اسطنبول هو دي اللقب اللي فاضل عشان يحقق جوارديولا الثلاثيه التاريخيه حقق قبل كده عملها مع برشلونه وعايز يحقق يكررها تاني فريقين بس طبعا عملوهم يعني جوارديولا عملها مع برشلونه ويونايتد عملها انتر كمان الثلاثيه التاريخيه مع مورينيو في 2010 فبعتقد انه بيسعى بقى للثلاثيه دي مباراه صعبه هتكون طبعا مباراه انتر سيتي كل اللي فيها مفاجاه الماتش ده فيها مفاجآت كتير جدا انا هيبقى درامي شويه وفي بقى حاجات كده اتكلمنا عن انتر ميلان كمان انا اقول لك انت مثالي حاجه على الهوا كده يعني يمكن كمان اللي بيسمعوك هيستغربوا شويه لك ده الوحيد اللي في مصر طيب انا مشجع انتر كبير جدا انترست من زمان كان عندنا كان انتر عنده ميزه من بدايه الدوري الابطال من ساعه القرعه انه بيتعامل على فكره الاندر دوج او الفريق الاقل حظا لما حصلت القرعه قالك ده مع برشلونه وبايرن انتر هيطلع ايه مجموعه صعبه عليه في نهايه انتر حل وصيفا بعد بايرن وارسل برشلونه لدوري الاوروبي وطلعه بره الدوري ابطال من دور المجموعات لما جاب بعد كده القرعه اللي بعدها قالك انتر هيطلع انتر فضل يكسب المباراه عدى من بنفيكا وبورتو عدى من كل الفرق حتى كمان لما راح يلعب الميلان جارو ميلان الاكثر تمرسا في دوري الابطال هو كبير ايطاليا في فكره تشامبيونز ليج مع سبع بطولات فقال لك ميلان عنده هو اللي هيكسب انتر دخل بقوه جدا غلب ورايح جاي ووصل الى النهائي فبالتالي انتر عنده ميزه دي انه على طول الناس بتتكلم والصحافه العالميه والصحافه الانجليزيه بالتحديد بقوتها انه السيتي هو اللي هيكسب ان السيتي هيكسب حتى ماتش مضمون شوف يقول لك مثلا توقعات او حتى مواقع الرهانات وصلت 90 10 فادي وسالي 90 للسيتي 90 للسيتي و10 للانتر فبعتقد ان دي بتشيل عبء كبير جدا نفسيا على انتر على سيميوني انزاجي سيميوني انزاجي شاطر جدا في بتشيل يا بتشيل العبء النفسي مش بتشيل بقى بتضغط اكتر لا على انتر لا على انتر لا إن انا مش هيكسب اصلا انا يعني مش مطالب طبعا الجماهير بتتمنى ان هي حد يطلع لكن الناس كلها بتقول سيتي هيكسب الفريق اللي طلع ريال كبير اوروبا واهانه باربع انا حاسه ده شكل ضغط اكتر عكسي ليهم لا هو مش لما تخش على انت على ان انت الفيفوريت او المرشح الاكبر ده بيخليك بالعكس مضغوط انت الناس كلها بتقول لك انت قصدك تلعب براحتك يعني مش براحتك فهمت قصدك والايطاليين عندهم الحته دي اسهل يعني يمكن انتر او ايطاليا بشكل عام بتعرف تلعب الماتشات دي طبعا تشيلسي مدجج بالنجوم انتر ما عندوش انه اللعيبه اللي بره تغير المباراه في النهايه لو المباراه او انتر قدر يستدرك سيتي لل 120 دقيقه او للاطشات الاضافيه سيتي قادر يقلب الطاوله بشكل لانه عنده خمس تغييرات يقدر يغيروا اللقاء خمسه سوبر ستارز على الدكه انتر ما عندوش فرقه ثانيه عنده فرقه ثانيه كامله بيلعب بال 11 الاساسيين وعنده تغييرتين ثلاثه يدوب يكملوا مكان الناس اللي تعبت لكن مش جيم تشينجرز مش لعيبه قادره تغير اللقاء فطبعا انا يعني كراجل بشجع انتر عندي ثقه انها تكون مباراه صعبه على السيتي بتمنى ان انتر يفوز وعنده القدره على دي هسالك لكن سؤال ونجاوب عليه بعد الفاصل الصغير اللي جاي ايه الفرقه اللي تقدر ان هي تكسب السيتي دلوقتي بالنسخه اللي هي فيها فرقه في العالم
ولا عارف بقى نجيب نجوم العالم، ما مش عارف هنعمل ايه. نرد بعد نرد بعد ونعرف ليه الفرقه دي ممكن الانتر تكون هي اللي كسبانه. كملوا معانا لسه الصبح، لسه ضيفنا الصحفي الرياضي ياسر حسين على الهوا في لسه الصبح. لسه بنكمل معاكم لسه الصبح على الراديو 90 90، وفي الفقره الرياضيه كده سؤال مهم جدا مع تالق مانشستر سيتي الفتره اللي فاتت واستعداده للمباراه النهائيه مع انتر ميلان. ايه الفرقه اللي تقدر، فرقه في العالم دلوقتي تقدر تلعب مع السيتي ماتش وتكسب، وتكسب سكور كمان؟ مش هقول لك برده الانتر لان ده متوقع، لان المباراه جايه مباراه خياليه كده ما بين فرقه وما بين السيتي، والفرقه دي تقدر ان هي تكسب. طيب بدون يعني يقول لك ايه، في فرق بين التمني والتوقع. الناس كانت معتقده ان ريال وده اول مباراه كانت قريبه، يعني مباراه الذهاب اللي كانت في البرنابيو كانت قريبه شويه، لكن بعد كده لما سيتي كسب رباعيه على ريال اتضح انه لا، في لا الفوارق بقت صعبه وسيتي قادر يغلب فرقه زي ريال 4-0. فبعتقد انتر في الحاله دي طبعا لانه داخل النهائي وهيلعب لعب الايطالي مختلف عن الفرق الثانيه، لكن بعتقد يعني فرقه قادره تسد قدام سيتي دلوقتي يعني تكسب سكور. سؤال صعب شويه. لا 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 هي اقوى فرقه، خلي بالك كمان يا فادي، سيتي فرقه قويه بقى لها كذا سنه مع جوارديولا، لكن النسخه دي هو حتى كمدير فني، انا كنت قاعد بتفرج على ماتش بايرن لسه في يعني في ربع النهائي، لقيت انه جوارديولا حتى في تغير في شخصيته، كان دخل بشكل شرس جدا كانه عنده ثأر كروي، ودخل يعني اكتسح بايرن بالثلاثه وكرر الفوز تاني عليه في قلب أليانز أرينا، وده صعب على بايرن يتقبله كمان مع مدرب متمرس زي توخيل. بعدين شفنا الشراسه قدام ريال وقد ايه ان هو يعني ما فيش فرقه خالص تقدر انها تكسب السيتي دلوقتي. ان شاء الله الانتر يعني ماشي يعني ده توقع فوز، يعني فوز باغلى بطوله يعني، لكن بعتقد لا مش قادره، لكن اعتقد سيتي هي بلا منازع اقوى فرقه في اوروبا حاليا. نشكرك جدا جدا على وجودك معانا، واكيد هيكون في لقاءات تانية ما بيننا النهارده، بس حقيقي في البرنامج عموما يعني، بس حقيقي انا استمتعنا جدا، وحبينا كمان ان احنا نتكلم معاك النهارده عن الاهلي وعن دوري ابطال اوروبا وكمان عن الانتر وعن مانشستر سيتي، يعني حقيقي سعدنا جدا جدا بوجودك النهارده معانا في لسه الصبح.